رحبوا معايا بالصديق العزيز والمعلق الرياضي صاحب النكهة التعليقية الجميلة الكابتن ايمن الكاشف. مساء الفل يا ابو كباتن. شاكر يا استاذ سامر، تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير وكل المشاهدين بخير. وانت بخير وسنه سعيده عليك وعلى الرياضه والمصريين دايما يا رب. يا رب. وبعدين يا كابتن ايمن، والله تشاءل الظروف ان انا يعني في بدايه الاسبوع دوت كان عندي مباراه بتجمع ما بين غزل المحله وسيراميكا كليوباترا، واتكلمت قلت ان علينا ان احنا نناقش موضوع اصابه الرباط الصليبي لانها انتشرت بشده. ايوه. وبرده لعيبه غزل المحله، في صلاح ريكو لاعب من غزل المحله برده رباط صليبي، والموسم الماضي والموسم قبل الماضي ده برده كان في عدد كبير جدا جدا من اللاعبين للاسف يعني اصيبوا باصابه الرباط الصليبي، وهي نسبه مرتفعه جدا على صعيد كل الدوريات اللي على مستوى العالم. مظبوط. فطبعا يعني لا اخفى حضرتك سرا، واكيد الساده المشاهدين عارفين ان هناك بعض العوامل اللي احنا ممكن نعالجها، مثلا زي سوء الملاعب، وزي ان احنا مثلا بنرتكب من وجهه نظر الرياضه ومن وجهه نظر اي حد يعني متخصص شوية، ان احنا بنخلي الاولاد الشباب الناشئين والبراعم بيتمرنوا على ملاعب ترتان من وهم صغيرين. دي طبعا مأساة. صحيح. واخد بال حضرتك. صحيح. فطبعا اللعيب بيبقى طالع من صغره محمل على الاربطة ومحمل على ركبته ومحمل على قدراته اللي ما بتقدرش لما بيخش في مستوى عالي تنافسي بتحصل له الاصابات. ما بيقدرش يستحمل. مظبوط. ما بيقدرش يكمل. صحيح صحيح. واخد بال حضرتك. فطبعا يعني اكيد الاطباء واساتذه العلاج الطبيعي ممكن يكونوا يعني اكثر مني درايه، لكن هي بلا شك اصابه الرباط الصليبي دي ظاهره سيئة جدا جدا في كرة القدم المصرية. يعني أنا معاك بصفة عامة، لكن حضرتك مش ملاحظ إن مستشفى الأهلي بقت على طول كاملة العدد؟ مستشفى الأهلي طبعًا إحنا بنتكلم عليها قدنا كذا سنة. لأن النادي الأهلي إحنا يمكن كنا بنقول الكلام دوت، بنقول إن النادي الأهلي ربما إن هو بيشترك في أكثر من بطولة وإن عليه أحمال، لكن طبعًا إصابة أكرم ثم إصابة كريم فؤاد وفي التمرين إصابة مصطفى شوبير طبعا علامات استفهام كبيرة جدا جدا. صحيح صحيح صحيح. يعني نتمنى ليهم الشفاء العاجل. هل هنا يا كابتن ايمن، لو انت بتدير الكرة في الاهلي او بتاخد قرار الاصابات الكتير والبعد الطويل ده، لان النهاردة خلاص كريم فؤاد كده بنتكلم على 6-7 اشهر بره مظبوط الصورة، اكرم توفيق كذلك، مصطفى شوبير كذلك، هل هنا ده يخليك تدعم بصورة اكتر ولا تقول لا اصبر ولما يرجعوا يحلها حلال؟ لا طبعا، انا بشوف انا حجم ارتباطاتي ايه. يعني مثلا اذا كنا هنتكلم على النادي الاهلي، فالنادي الاهلي عنده بطولة الدوري وعنده دوري ابطال وعنده كاس عالم للاندية وعنده كاس قديم وكاس جديد وكاس رفع. والله. والله على فكرة اي حد من بره مصر يسمعنا وانت بتقول على الحاجات دي كلها يفتكر ان احنا بنضحك. لا والله ده حقيقة. لكن كاس قديم وكاس جديد لا يحدث الا في مصر فعلا. صحيح. بالظبط. احنا لسه عندنا سيمي فاينل كاس قديم والكاس. صح. الجديد لسه ما اتلعبش اصلا. مظبوط. اللي هو الكاس الحالي يعني، واخد بال حضرتك. صحيح. فكم كبير جدا جدا من البطولات. عشان كده حضرتك انا سامع حضرتك في الانترو بتتكلم على التعاقد والإعارة خالد عبد الفتاح لمدة 6 شهور بنية. مزبوط. البيع. مظبوط. طبعا كحل وك ده بالصدفة الحمد لله ان هو يعني في الجبهة اللي اتضربت. ما هو بعد غياب اكرم كان لابد ان احنا او يعني النادي الاهلي يفكر ان هو لازم يبقى في بديل في الجبهة اليمنى. صحيح صحيح. محمد هاني موجود، فلازم يكون في بديل تاني وممكن يكون في بديل ثالث. احسنت احسنت. ممكن جدا التفكير في جناح يمين كمان يسند مع الشحات الفتره اللي جايه. مظبوط. صحيح صحيح. لان حجم الارتباطات كبير. ايوه جدا. وبرده المده الزمنيه للغيابات كبير. صح صح. الدوري يا كابتن ايمن، الناس يعني عايزه من دلوقتي تحسمه رغم ان احنا لسه بنقول يا هادي. مظبوط. فانت ايه رايك في لعبه الكراسي الموسيقيه اللي حصلت دلوقتي سواء ما بين الاهلي والزمالك على القمه او حتى على صراع المربع الذهبي اللي المره واحده حسينا ان الناس كلها بتتخانق عليه بدون مناسبه؟
لان الدوري ده يا استاذ تامر لاول مره يبقى فيه انتظام في عدد اللقاءات. يعني حضرتك لو بصيت لجدول البطوله هتلاقي كل الفرق لعبت 11 مباراه. صح. السنين اللي فاتت كلها كنت هتلاقي دايما الاهلي لعب 6 مباريات، الزمالك لعب 10 مباريات. صح. فرقه تانية لعبت 9 مباريات. وهنا اذا كان في شكر يوجه فالشكر يوجه لمين؟ طبعا للحاج عامر حسين ولجنه المسابقات. والله انت حبيبي يا كابتن ايمن. لا الشكر ما يوجهش الكابتن عامر حسين طبعا، لان الكابتن عامر حسين عنصر ثابت في السنوات اللي كان فيها الجدول متفشكل. العنصر الشكر يوجه للاتحاد الافريقي اللي اجل البطوله الافريقيه شويه. اول ما البطوله الافريقيه تبدا والاهلي والزمالك هيشتركوا، هتتفرج على السيرك القومي في الجدول وهنشوفه وهنتقابل. يبقى نشكر كاس العالم. يبقى نشكر كاس العالم، يعني اي حد يتشكر الا لجنه المسابقات. بس هو للامانه علشان بس اكون امين، يعني هو الحاج عامر كان موجود السنه اللي فاتت، لكن السنتين اللي قبل السنه اللي فاتت ما كانش هو اللي موجود. كان متواجد حسام الزناتي لمده سنتين. لكن النظام الرياضي موجود، سواء بقى كابتن عامر، الكابتن حسام، الكابتن مش عارف ايه، النظام الرياضي المصري هو هو، فبالتالي النتيجه هي هي. بالظبط. فهو التساوي عدد اللقاءات هو اللي خلى في تنافس وفي سباق كراسي موسيقيه من البدايه والسخونه من البدايه، والكل بيحسب النقطه من. صح. اول يعني خلينا نقول من الراوند السادس او الراوند السابع ابتدت الناس تحسب عدد النقاط. على الله دخول الاهلي والزمالك ما بطوله افريقيا ما يفسدش المتعه بتاعه الدوري، ويعرفوا زي كل دوريات العالم وزي كل الاتحادات القاريه في العالم يظبطوا المسابقتين مع بعض. هو لقاءات بطولة المجموعات هتبدأ من شهر فبراير. صح. فاحنا عندنا يعني شهر يناير ده متسع من الجولات، ان احنا نقدر نلعب عدد يعني معقول من الجولات لغاية لما نوصل على اول فبراير. هيحصل طبعا التأجيل للاربع فرق المشاركة في الدوري الابطال وفي الكونفدرالية الافريقية، بيراميدز وفيوتشر والاهلي والزمالك، بالاضافة لتأجيلات الاهلي كمان في كاس العالم للاندية. بالظبط. عشان كده الاهلي كمان هيتاجل له اول جوله في دوري ابطال افريقيا مع القطن الكاميروني، هيتم تاجيله لان الاهلي طبعا هيشارك في كاس العالم. طيب للأسفل. يعني ما نقلقش، الحلويات راجعه تاني. الحلويات راجعه والتاجيل هيرجع تاني. حبيبي يا كابتن ايمن، دايما بسعد بيك وسنه سعيده عليك، وان شاء الله يا رب تبقى سنه خير على مصر كلها. تحياتي لحضرتك وشاكر جدا. شكرا جزيلا معلق الرياضي الجميل كابتن ايمن الكابتن.